أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة أوضاع الصحفيين والمعتقلين بالتزامن مع اليوم العالمي ضد الإفلات من العقاب. يصادف الثاني من نوفمبر اليوم العالمي ضد الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم بحق الصحفيين، وهي مناسبة يفرض فيها الصحفيون اليمنيون حضورهم كضحايا جديرين بالاهتمام ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي، نظرا لحالة الاستهداف المستمرة لهم في ظل استمرار الحرب التي نجمت عن انقلاب سبتمبر 2014. تفيد المعلومات أن اليمن فقدت منذ 2011 نحو 38 من العاملين في مجال الصحافة والإعلام، 26 منهم قتلوا خلال الأربع السنوات الأخيرة، ووفقا لنقابة الصحفيين اليمنيين، بينما لا يزال نحو 20 صحفيا يمنيا قيد الاختطاف والانتهاك المستمر لأبسط حقوقهم الإنسانية، يواجه أطفالهم وأمهاتهم مختلف أشكال القمع لمنع فعاليات المطالبة بإطلاق سراحهم والاحتجاج على سوء معاملتهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشها في محورين: ما الذي يمكن فعله لإنهاء معاناة الصحفيين المختطفين؟ وإمكانية الحد من استمرار الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. الثاني من نوفمبر اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، اختارته الأمم المتحدة إحياء لواقعة اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي عام 2013. غالبا ما يفلت مرتكبو الجرائم بحق الإعلاميين من العقاب، لذا كان لابد من يوم ينصف الصحفيين الذين لا يملكون شيئا غير كتاباتهم وأصواتهم، ويذكر العالم بالجرائم ضدهم وبضرورة ملاحقة مرتكبيها لضمان عدم إفلاته من العقاب وعدم تكرارها. لكن ماذا بالنسبة لليمن التي تشهد أسوأ فترة تمر بها الصحافة وتتزايد فيها الانتهاكات ضد الصحفيين؟ أعوام أربعة ملطخة بدم الصحفيين، هذا ما ذكرته نقابة الصحفيين اليمنيين، والتي وثقت مقتل 26 صحفيا معظمهم على يد ميليشيا الحوثي، أربعة منهم قتل خلال العام الجاري، بالإضافة ل 35 حالة انتهاك خلال الربع الثالث من عام 2018، فيما تستمر ميليشيا الحوثي باختطاف 14 صحفيا ترفض الإفراج عنهم، وتنظيم القاعدة يواصل اختطاف الصحفي محمد المقري في محافظة حضرموت. الصوت الآخر غير مقبول حاليا في اليمن، فكيف إذا كان هذا الصوت عاليا ويوثق جرائم الحرب وأحوال الناس الكارثية؟ رصاصة واحدة أو قذيفة أو ربما سجن ذو أربعة حيطان هو ما يلزم للقضاء على هذا الصوت، ومنه القضاء نهائيا على حرية التعبير. يقتل الصحفيون في اليمن ثم لا ينال القاتل العقاب، بل تزداد الجرائم ضدهم ليقتلوا أكثر من مرة، مرة في موتهم ومرة حينما يتكرر فعل القتل ويستهدف أكثر من صحفي، ومرة ثالثة حين يبقى الفاعل المعروف دون عقاب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من سويسرا عضو نقابة الصحفيين أو عضو المجلس لنقابة الصحفيين اليمنيين الأستاذ نبيل الأسيدي، وسيكون معنا المحامي والخبير القانوني الأستاذ عبد الرحمن برمان من أمريكا. أرحب من نيويورك إذن بالأستاذ عبد الرحمن برمان، مساء الخير. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير. مساء النور لك وأيضا لضيفك الكريم وللمشاهدين جميعا. اهلا بك استاذ عبد الرحمن. هل فعلا يعني ملاحقه المجرمين الذين يرتكبون انتهاكات سواء بحق الصحفيين او غيرهم، ونحن نحتفل اليوم بملاحقه المرتكبين من العقاب، هل هو فعلا يجسد هذا الشعار ويتم تقديم من ارتكبوا جرائم بحق الصحفيين للعداله، ام هو عباره عن ذكرى سنويه يتم الاحتفاء بها فقط؟ هو كما ذكرت ذكرى سنوية، لكنها أداة من أدوات الضغط، وأيضا تذكير للعالم كله بواجباته نحو
استمرار الضغط من قبل المنظمات الدولية وأيضا جميع بلدان العالم يجب أن تمارس الضغط على كل من يعتدي على الصحفيين. الاعتداء على الصحفيين هي أصلا جريمة سياسية، فغالبا ما ترتكب يعني بخبرات عالية، يفلت المجرمون من العقاب، يكون القضاء في هذه البلدان قضاء ضعيف لا يستطيع أن يصل إلى هذه الجماعات التي تمارس العمل، وأحيانا تمارس الدولة في كثير من البلدان الدولة تمارس عمليات الاغتيال، ويعني تقول أنه الفاعل يصبح شخص مجهول. لا زال الآن يعني الأكثر الصحفيين الذين قتلوا في كل بلدان العالم يعني تقيد قضاياهم ضد مجهول، وحتى إن كان يعني واضح الجهة التي استهدفتهم تكون في هذه البلدان هي بلدان غالبا مضطربة، يكون القضاء فيها مغيب، تكون الأجهزة الأمنية ضعيفة، وأحيانا تمارس الأجهزة الأمنية هذا الدور الذي تمارسه العصابات في عملية الاغتيالات والقتل. إذن نحن أمام جريمة سياسية، ونحن أمام أيضا مواثيق دولية أصبحت في حالة من الانهيار. يعني في العالم الحروب العالمية الأولى والثانية العالم هب كله نتيجة تلك الفظائع التي ارتكبت وراحية ملايين عشرات الملايين من البشر، وكونت قواعد قانونية كثيرة، لكننا اليوم نرى أن هذه القواعد اليوم أصبحت تنتهك وأصبحت لا قيمة لها سوى عبارة عن حبر على ورق، ولم يستطع المجتمع الدولي أن يحقق العدالة سواء للصحفيين أو أيضا للضحايا المدنيين والضعفاء الذي تنتهك حقوقهم في كثير من بلدان العالم. واليمن يعني أحدى هذه النموذج، يعني أمامنا نرى اليوم كيف يحدث للصحفيين، كيف يحدث للناشطين، كيف يحدث للمواطنين العاديين. يعني هناك يعني نحن نقول ملايين من اليمنيين قد انتهكت حقوقهم، حقهم في الغذاء، حقهم في الحياة، حقهم في الحرية، حقهم في العيش بأمان، حقهم في التنقل، حقهم في الغذاء، حقهم في السكن، حقهم في الصحة، في الكهرباء، في الخدمات. هناك انتهاكات واسعة، ويعني يفلت المجرمون من العقاب، والهدف من يعني عملية العقاب هو الردع، عملية الردع. لذلك كلما أفلت هؤلاء المجرمون كلما اتسعت دائرة الانتهاكات، وكلما وجدنا ازداد عدد الصحفيين الذين يقتلوا، ازداد عدد المنتهكين التي نراها، وازداد عدد المنتهكين، لأنه سيروا أنه ليس هناك من رادع، ليس هناك من تحرك من قبل، سواء كان ضغط حقيقي. نحن لا نرى اليوم إلا عبارة عن بيانات وعن وقفات بسيطة لا ترتقي إلى مستوى الفاجعة التي واجهها الصحفيين في كل بلدان العالم. نعم. ومنها اليمن. نعم، برأيك أستاذ عبد الرحمن لماذا لم نسمع إلى الآن أن يتم محاكمة أي ممن ارتكبوا جرائم بحق الصحفيين سواء في اليمن أو على وجه التحديد في اليمن؟ يعني ملف اليمن ربما هو المعني بنا. نعم نعم، هو الصحفيين من جملة المنتهكين، لكن يعني يأتي بروز لدور الصحفيين باعتبار أنه خطورة استهداف الصحفيين سيؤدي إلى اتساع كبير لدائرة الانتهاكات، لأن الصحفيين يمثلوا خط الدفاع الأول وخط الهجوم ضد هؤلاء المنتهكين، هم من يفضح هذه الجرائم. فعندما يسكت هذا الصوت سنجد أنه ستعم الفوضى في العالم وفي كثير من البلدان التي لا يوجد فيها قضاء. نحن أحيانا كنا نستعين بالصحافة، عندما يضعف القضاء وعندما يضعف الأمن تأتي الصحافة لتنتصر لهؤلاء وتجعل تلك الأجهزة الضعيفة والهزيلة تجعلها تتحرك يعني لمواجهة الانتهاكات. نحن اليوم نرى انتهاكات تأتي للصحفيين والعالم كله يغض الطرف عنها، لأن هناك تسويات سياسية، هناك يعني العالم مشغول يعني بصفقة القرن، العالم مشغول بتسويات سياسية، العالم مشغول، كل البلدان أصبحت مشغولة في كيف تستطيع أن تحصل على صفقات أسلحة، أشياء من هذا القبيل أصبحت كلها تراكمات أدت إلى إفلات المنتهكين من العقاب، وأدت أيضا إلى ضعف الصوت الذي ينادي يعني بالاقتصاص ويعني نعم. عدم إفلات المجرمين من العقاب. نعم أستاذ عبد الرحمن، سؤال أخير فقط أودعك فيه، إلى متى سيستمر يعني مسلسل الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن؟ برأيك من الذي سيوقف هذه الانتهاكات؟ لن توقف هذه الانتهاكات إلا بعودة الدولة، وتكون دولة مؤسسات، دولة فيها المؤسسة الأمنية مكتملة، فيها المؤسسة القضائية، فيها عملية فصل بين السلطات، هناك احترام لهيبة القضاء، هناك التزام بالقوانين. نحن اليوم نعيش في اليمن أصبحت عبارة عن كونتينات، يعني عصابات، كل من يسيطر على مكان مارس عملية الانتهاكات، ولكن
ما يرتكب الحوثيين هي عبارة عن فضائح بحق الصحفيين وبحق المواطنين بشكل عام. إذا لا يمكن أن تتوقف هذه الانتهاكات إلا باستعادة الدولة، وأيضا قبول المجتمع، قبول كل مكونات المجتمع وأحزابها والقبيلة والمثقفين والكل، يقبلوا جميعا بأن يكونوا جميعا تحت القانون، وأن يعني يسعى إلى تقوية الدولة سيضعف هذه تضعف صدوة المنتهكين. وأيضا ستتوقف هذه الانتهاكات عندما نرى عدد من المجرمين قد وقفوا خلف القضبان وأمام ساحات القضاء لمحاكمتهم على ارتكاب هذه الجرائم. أشكرك المحامي والخبير القانوني الأستاذ عبد الرحمن برمان، كنت معنا من نيويورك، ونشرك معنا في الحديث من سويسرا عضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور. تأخرنا عليك قليلا. في البداية أستاذ نبيل، أنتم في نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم يحتفل العالم في اليوم العالمي ضد الإفلات من العقاب، ما الذي رصدتموه ووثقتموه من إحصائيات طالت الصحفيين في اليمن؟ طبعا الإحصائيات طبعا هي لقضايا الانتهاكات لا تنتهي، خاصة في أوضاع الحرب ما زال لدينا زملاء صحفيين معتقلين للعام الرابع في سجون ميليشيات الحوثي، وأيضا ما زال الزميل وحيد الصوفي مخفي قصران منذ 4 سنوات لدى نفس الميليشيات، والزميل محمد المقري أيضا لدى تنظيم القاعدة مخفي قصران منذ أكثر من 3 سنوات، إضافة إلى المخرج التلفزيوني في عدن صبري ما زال معتقلا منذ أكثر من 6 أشهر لدى قوات الحزام الأمني، بالإضافة إلى الكثير من الانتهاكات المتواصلة الأخيرة التي كانت اعتقال دفعة من الصحفيين في حينما أقاموا ندوة 20 صحفيا بينهم نقيب الصحفيين الأسبق الأستاذ عبد الباري طاهر وأيضا العديد من الناشطين الصحفيين، وأخذ منهم تعهدات وعدم الحضور أو المشاركة في أي فعاليات. يعني هذه جرائم يعني بالجملة خلال 3 سنوات الماضية تقريبا هناك أكثر من 1000 انتهاك للحريات الصحفية في اليمن، العدد وصل أيضا للقتلى حتى الآن إلى 30 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام الذين قتلوا مباشرة إما برصاصات ميليشيات الحوثي أو بقذائف أو بصواريخ الطيران التحالف. أضف إلى ذلك أن هناك قائمة طويلة من المعتقلين الصحفيين الذين اعتقلوا لفترات مختلفة، يصل العدد إلى أكثر من 160 صحفي اعتقلوا خلال تلك الفترة لفترات متفاوتة، ومن ثم أفرج عليهم. جميع الأطراف شاركت في هذه الانتهاكات إلى أن هناك توحش من قبل جماعة الحوثي إزاء هذه القضية. لكن نصل إلى نقطة رئيسية وهي الأهم في هذا اليوم، يوم عدم الإفلات من العقاب. أنا أحب أن أوضح العديد من الأشياء المهمة في هذا السياق. التقارير الدولية تقول أن 9 من 10 من المنتهكين للحريات الصحفية لا يتم معاقبتهم، وأن 90% من الذين يرتكبون جرائم ضد الصحفيين لا يتم عقابهم ولا يتم أيضا ردعهم. هذه إحصائيات مخيفة جدا، يعني هناك الأعداد من قتل الصحفيين تزداد يوما بعد يوم. نعم. هناك نقطة أن القوانين الدولية مختلفة كلها تدين الاعتداء على الصحفيين واعتبارهم جماعات مدنية، محرم شرعا محرم قانونا قتلهم أو الاعتداء عليهم. نعم. القرار تفضل. نعم نعم أستاذ نبيل، اسمح لي أن أيضا نشرك معنا في الحديث النائب الأول للاتحاد الدولي للصحفيين الأستاذ يونس مجاهد من المغرب. مساء الخير أستاذ يونس. أستاذ يونس مجاهد مساء الخير. ربما فقدنا الاتصال بالنائب الأول للاتحاد الدولي للصحفيين، سنعود بها. أعود لك أستاذ نبيل. الآن إذن أمام كل هذه الإحصاءات والأرقام التي توثقوها وترصدوها أستاذ نبيل في نقابة الصحفيين اليمنيين، هل نجحتم في يعني ولو بنسبة بسيطة من التخفيف من معاناة هؤلاء الصحفيين في اليمن؟ هل تم الإفراج عن بعض الصحفيين الذين طالتهم انتهاكات؟ هل يعني تم
إرجاع حقوق لمن ربما دفعوا حياتهم ثمنا لهذه المهنة. بالفعل أي تحركات يعني في سبيل الضغط من أجل الحرية الصحفية هو أمر مهم، وإن كانت تختلف درجة التفاعل مع ميليشيات أو جماعات مسلحة منفلتة أو مع الدولة. مع ذلك أحب أن أقول أن القرار 185.69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، كل هذا أهم قانون، هو في الأخير يدين من يرتكب هذه الانتهاكات وبشكل قاطع جميع الاعتداءات وأعمال العنف. أيضا القرار رقم 2222 لعام 2015 الذي اتخذه مجلس الأمن في 2015 بما يخص اعتبار الصحفيين وحماية الصحفيين، وأيضا هذه القوانين هي كلها تدين الإجراءات. لا يوجد آلية موحدة وآلية واضحة وقانون دولي يقوم بوفق قوانين بمحاسبة كل من يقوم بالانتهاكات. في اليمن أيضا لا يوجد قوانين تحاسب كل من يقوم بالانتهاكات، حتى العهد الدولي لحقوق الإنسان وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أيضا الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، الشرعية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كل تلك القوانين والآليات هي تدين ما يقوم به المنتهكين من تلك الجرائم. نعم. لكن طيب، لا يوجد آلية إلى الآن لمحاسبة، آلية دولية فاعلة لمحاسبة من يقوم بتلك الانتهاكات. نعم. إذا نعود للمغرب مع الأستاذ يونس مجاهد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين. مساء الخير أستاذ مجاهد يونس. مساء الخير، أهلا. أهلا بك أستاذ يونس. إذا العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي ضد الإفلات من العقاب، أنتم في الاتحاد الدولي للصحفيين ما الذي تقدمونه أو تعملونه من أجل التخفيف من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، وأيضا يعني للإفراج عن من هم في المعتقلات إلى الآن؟ نحن أولا من خلال نقابتنا، لأننا نحن اتحاد فيدرالي دولي للصحفيين، نحن فيدرالية تتشكل من تنظيمات نقابية، ونحن نعلم الدور الذي تلعبه التنظيمات النقابية في هذا الشأن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نحن كاتحاد دولي نبذل قصارى جهدنا أولا من أجل تدريب الصحفيين على السلامة، لأنه لا بد أن تكون هناك احتياطات ولا بد أن يتلقوا تدريب. نعم نعم أستاذ يونس، ربما هناك إشكالية في التواصل مع الأستاذ يونس مجاهد. أعود للأستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين. أستاذ نبيل، الآن يعني لا شك أن لكم جهود كبيرة دائما في مجلس حقوق الإنسان، ودائما أنتم حاضرون في مقدمة كل الجلسات التي تتحدث عن الانتهاكات فيما يخص الشأن اليمني. كيف تقيم مجلس حقوق الإنسان في الاهتمام بقضية اليمنيين وعلى وجه التحديد الصحفيين؟ إذا تحدثنا عن المنظمات الدولية أو مجلس حقوق الإنسان أو المقررين الخواص أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأيضا الدول الراعية لحقوق الإنسان، كل ذلك يعني إذا تحدثنا عنهم فنحن نتحدث عن خذلان كبير للقضية اليمنية وللصحفيين بالتحديد. حينما قتل صحفيان فرنسيان في مالي حدث ما حدث واهتمت الأمم المتحدة، وأيضا الحادثة الأخيرة لقضية الصحفي السعودي أيضا، ولأسباب سياسية قبل أن تكون هناك أسباب حقوقية وإنسانية في هذا السياق. لكن للأسف الشديد هناك خذلان كبير من المجتمع الدولي إزاء الصحافة والصحفيين. أضف إلى ذلك أن نقابة الصحفيين ضمن نقابات العالم وفي إطار الاتحاد الدولي للصحفيين
يعني وفي اجتماع سابق يعني أصاغت اتفاقية دولية خاصة بسلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين واستقلاليتهم. هناك مبادرة من الاتحاد ما فيها النقابات الصحفية في العالم ونقابة الصحفيين اليمنيين لاعتماد معاهدة جديدة في إطار الأمم المتحدة. الهدف الرئيسي منها هو الحد من تصاعد العنف والتهديدات التي يواجهها الصحفيين ووضع آليات مقوننة، آلية دولية مقوننة لحماية الصحفيين وأيضا يعني منع الاعتداء عليهم ومحاسبة من يقوم بالاعتداء عليهم. لابد من وجود آلية دولية واضحة خاصة بسلامة الصحفيين، بما في ذلك آلية حماية ملزمة، ليست الإدانة فقط كما هي في القوانين والقرارات الدولية السابقة، ولكن آلية حماية ملزمة وتكون لها أثر في الرد الدولي. نعم. الفعال تجاه الانتهاكات. نعم. هذا أمر مهم جدا. نعم. أستاذ نبيل، يعني يسعى إليه الاتحاد. نعم نعم. كيف يمكن الاستفادة من الاهتمام الكبير بمسألة الصحفي جمال خاشقجي والتي تصدرت ربما كل الشأن العربي والعالمي والغربي بشكل عام؟ هل يمكن يعني تسليط الضوء ولو جزئيا على وضع الصحفيين اليمنيين المنسيين ربما في هذه الوسط هذا الاهتمام الكبير لقضية خاشقجي الصحفي السعودي؟ للأسف الشديد يعني انعكاسات على وضع الصحفيين في اليمن أو الحريات الصحفية في أي مكان ليست بهذا الانعكاس الحقيقي الذي سيكون له ردة فعل واضحة. للأسف الشديد أخذت القضية بقضايا سياسية، يعني كل المتحدثين عن هذه القضايا أو المتفاعلين مع هذه القضايا هم من أكثر الدول المنتهكة للحريات الصحفية، بما فيها السعودية وتركيا، هم من أكثر المنتهكين لهذه الحريات. أنا أعتقد أنه انعكاس على الوضع الصحفي ربما بشكل غير مباشر في التذكير بأن هناك الكثير من الصحفيين، يعني 30 صحفي يمني قتلوا، هم خاشقجي اليمن يعني. وأيضا في كل دولة هناك نموذج وهناك أعداد من جمال قتلوا وبطرق بشعة، إما بالقنص المباشر أو تحت التعذيب، وهناك الكثير من الجرائم. أتمنى أن يلتفت المجتمع الدولي والدول التي تلعب سياسيا على قضية جمال أن يتم الالتفات إلى قضايا الصحفيين في العالم بما فيهم صحفيين اليمن. عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين الأستاذ نبيل الأسيدي، شكرا جزيلا لك. وختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا الزميل وديع عطاء معد هذه الحلقة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى في زوايا الحدث، السلام عليكم ورحمة الله.